سيوحة عمال دور في النوادر والحكاوي في التاريخ وصل لازم عام مليون وما نمشي غير بعد الظهر علشان الاقي اي حاجه تدريبي من زمان ما تشغل نادر الظهر. صلوا على سيدنا النبي. ضاع حبيبنا المصطفى لما اتولد خملت نيران ام المجوس ولهبها من نور انطفى من بعد ما صلوا عليه كان يا مكان ايام زمان راجل حوض وما كانش ابدا يوم عظيم والناس تناديه بالدخل. مرت عليه ايام سواد زي الهبه قاعد في ريف والجوع بياكل بيتين مديون لعيال البلد وفي عشه ما فيهاش القاموس وما يمتلك حق الرغيف وده شيء مخيف. البحث زاد والفقر زاد على عشته ونصب المزاد والفكر شارد ليل نهار وصبح ما عدتوش في البلد غير هدنا دايما رجعه وحكه الزمان. والجوع اذا صاب القدوم يدخل شيطان الوسوسه وتحلى البصائر والعيون عاجل حواجبه والكابه بين عينيه زي اللي مكتوب له جديد. حاف القدم ايده على خد اليمين حاف القدم والشك فيها سيف ريشه وكابانين مع جوز عجالك مليانين دخل الشكوك من بعد ما شاف حتى عليه صاحب جميل قال له سلامتك يا روح فين ابتسامتك من النوادر من زمان؟ قال المرار زايد وطاف حنانين وغلب حماري مع الملك الحربي وعقدت بطن مشاحناتي من اسبوعين من شده الجوع والجفاف مش عن قصه وعن رجيم نصحت لا حول ولا قوه الا برب الناس الرحمن الرحيم واعوذ بالله من العرش من كل شيطان رجيم يا صاحبي ربك يغفر. قال له اسمع يا صاحبي كلمة دي روح للملك بالوقت وفصح النهار قل له يوحى كره الخلائق والبشر ويومات يا سيدنا الملك يوقف جنة في القمار. قال يا يوحى اسلام اوبر من راح ببلاش قال مش هزار رد للملك وقل له يا الملك يوحى والقمار قلبي يلم حضرتك وليك الحلاوه كل شيء تحت الطب ولكل واحد من ربنا. لما راح صاحبنا للملك حمل الرساله بين ايديه زعل الملك لو هب حاصل الغضب باين عليه وامر عسكره بالحرس في حال يقول له لما راه في حاله يصعد وصفها نادم عليه قال له تعالى يا ابوك ايه قصتك؟ قال له يا جلاله الملك تحمار ولا كل الحبيب متربي على الفول والشعير والجهل شر المستطيل مستشري في كل البلد خلص على نص البشر ونجيبه داخل الحمام وحمار يا جلاله الملك وهو بيفهم في الكلام من كام سنه متولي تدريبه بنظام وبعت دينه ومتمثل لو في فلوس اصرف عليه راح يتكلم في الكلام وزفرته وزفرته البشر. قال الملك معقول حمارك يا جوحى ينطق صحيح؟ قال له ينطق بالفصيح وينهي كل اللغات تسمع كلامه وتفهم بلا ترجمان يا خساره الدين اللي راح وما في ضمير رحمان يا جلاله الملك من عليه الكون في الحميد ولا الا مثل ولا نظير لو لقى فرصه مش هينطق والله انا خايف منه. قال له الملك محتاج كام؟ قال له من 1000 درهم ونص سلام وقدر تتفرج عليه. قال له المده محتاج قد ايه؟ قال له يا ريتك للتمام وبلوغ مرحله الكلام الدين يكون 30 سنه وانقتل. قال لما ما ارتاحش يا جحا في ذاك الزمن اعمل في جيب. قال ربي اقسم بالقبر واقسم بشرفي والوطن ورقبتي هتكون الدم ما فيهاش نجوم. لا تصرفون وما طلبت يا قاضي مطيب الصبر على كل قول وما كسب. جمع دراهم حبش ووقف صح واقف واندهش من اللي راه مخه اتهبش وصرخ في صحبه بانفعال يا سي جحا يا سي جحا يا ابن البرود كبك لفاق كل الهدوم اجنحت بيه انت الملك نص حجاب اليهود هتروح في داهيه يا رشيد عمر الملك ما يرحمها ميل عليه ما في هدوء بدل نور 30 سنه يا ابن حمار نستريح يا ابن ملك نستريح يا رب جيب مستريح وعافية صاحبي يوم تخاف الدنيا دي طول عمرها تضحك وتبرز للقوي وتدوس على ضرب الضعاف زي الكلاب تجري وتظهر من الغني ورا الفقير تذبح وتبطل نباح وطن يئن رهينة ما بين مصلوب على اعتاب الحكم المستباح وسهيل جلاد غبي يحرك السهر الذي قد عطر الامال بين ضيات الصباح يا ايها الجلاد
ضغينا لها بالصوت لا يخشى جراح. اتبع طيور الحق السابحة في نار الكفاح. افعل بها ما تشتهي، لا تلتفت لأنينها وصياحها. أنت الذي قررت طعم الفجر عند بزوجه بخنادر العهد المغمس بالسفاح. يساس أبحر من صنيعك ناسكا أو عابدا وإمام عدل في محاريب الصلاح. يساس أبحر من صنيعك ناسكا أو عابدا وإمام عدل في محاريب الصلاح. وشكرا لكم على كل كلمه من اجل الشاء الكبير في الغربه والشمال، وتحياتي لصالون مصر، صوت مصر، صوت مصر، انا شفت مصر. تحياتي لصالون مصر، صوت مصر والقائمين عليه مما قدموه لنا من حفاوه في الترحاب والاستقبال وكرم الضيافه، نشكر لهم ذلك ونشكر الدعوه الكريمه ونشكركم على حسن استماعكم ومعكم سيدي.